من اليوم ورايح أنا راح صير كبير العيلة. أنا كل شي بقوله بهالبيت راح يصير. وخلينا نبلش معك عزيزة. فوتي. ما سمعت شو اللي قاله كبير العيلة؟ فوت يا عزيزة. ما حدا بيقدر يجبر تضل. رح ضل. جيبوا هالشناتي على السريع. ما بعرف شو الاتفاق اللي صار بيناتكم، بس بتوقع انه رح نشوف بعض مرة تانية. هاي المعركة ما رح تخلص بالسهل. لكن بحكي معك حضرة المفتش. بالكان رجع يتصرف على كيفه، لا تقلي انه انت سمحت له. هو اللي خبر الشرطة انه ما له اي علاقة بقتل المفوض محمد. شكلنا غرقانين بالطين لرقبتنا، وكل يوم عم نغرق اكثر. اسمع منيح، انت هدي حلك. انا بعدني عايش ورح لاقي حل، وما رح تكونوا متقابلوا هابيل. كان لازم تفكر بهالشي قبل 18 سنة. ما حدا بياخدك مني، ما حدا بهالبيت بيسترجي يلمسك بوجودي. لا تخافي. شو صار؟ لما يصير العقرب هون مو بهالمكان، بدي مكان خاص فينا سوا. خير شو يلي صار لك؟ بالكان شو كنت عم تعمل بهداك اليوم؟ ألو؟
بعرف إنه وضعك مو منيح يا عزيزة، بس أنا لازم شجعك لا تتحملي. كيف صار يا جيت؟ منيح. افتح الكاميرا لشوفه. على شو مستعجلة؟ هلأ الوقت مو مناسب، بس لا تخافي هلأ كل شي تمام. طيب امتى بقدر شوفه؟ انتي لازم تكوني جايبتي لي أخبار حلوة بالأول. خليني شوف أخي، كتير مشتاقت له. بترجاك بترجاك طالعني من هون. أنا هلأ تذكرتك، كنتي عم تهربي مني، تذكرت أنك هربتي، بس ليش كنتي عم تهربي؟ كنتي عملتي لي شيء؟ لا. لا، كيف لا؟ شو عملتي؟ جاوبيني، جاوبيني، شو اللي صار هنيك؟ وليش ما كان في غيرنا؟ اعترفي وخليني ارتاح، يلا اعترفي، لا تصعبي الموضوع على حالك، يلا احكي. اجا شخص وقت كنا هني، من شان هيك خفت وهربت. مين؟ مين؟ بالكان شو عم تساوي؟ يلا جاوبيني، جاوبيني. مين اجا؟ مين؟ مين اللي خبرك؟ مين شافه؟ يلا خبريني، بدي اعرف كل شيء. كان شبك، شو عم تعمل؟ طلعت هيك يمان، خذ عزيزة بسرعة برا البيت. يمان يمان اخذها، رح ترجع لهون. اللي عمل لك عليه خلص با شبك. اخي صار لك شيء؟ اخي عمل لك تركني. انا اخوك، اخوك اخوك، انا اهدى شوي. انا ما عندي اخوي ابدا. بس انا عندي اياك، ولا ناوي تصير مثل أبي كمان؟ آه؟ هذا أنا، أنا أخوك، كنت تغني لي أغاني من الغرفة الثانية، نسيت وقت غطسنا بالمي وتسابقنا. أنا أخوك يلي ساعدته بالخناية ورحت أنت وياه على الجبال، ولا نسيت هداك الوادي ركضنا من الصبح وضلينا عم نركض لتعبنا؟ بتتذكر أخي؟ أخي نحن اللي وصلناك لهالحالة، ونحن اللي رح نشفيك. أنا اللي بدي أشفيك، أنا رح أشفيك بإيدي. بترجاك ارجع لأولادك، أولادك مشتاقين يكونوا مع أبوهم، حابين يطلعوا رحلة هنن وياك. ارجع لأولادك. ليك أخي لا تأذي حدا، لا تتخلى عن عيلتك، أنا رح حل كل شي بوعدك يا أخي، رح حل كل الأمور. أنا مالي مثل اسكندر قلبان، أنا مستحيل فكر أأذي حدا. أهلا وسهلا، كيف الوضع هلأ بالبيت؟ منيح، أحسن من قبل بكتير.
يا مان ارجع على البيت وخبرني على كل شيء بيصير أول بأول. ماشي يلا. الهواء نظيف مفيد للصحة. هلأ رح تتحسن يا ابني، بكرة رح تشوف كيف أنا رح خليك ترجع تحكي. استنى علي لبكرة وبتشوف. وبدي أحط لك هاي بالغرفة لتتدرب مثل روكي بالليل والنهار، حتى لو كان عم ينزل تلج، ورح تقدر تخلص أختك وترجع من عند الألبان. هلأ أختك لسات عندهم، قاعدة بقصرهم وما عم يخلوها تطلع. هلأ هي بحاجتك كتير يا ابني، شد حيلك شوي. عزيزة يا معلم. شفت بعينك على طول بالا معك وبتضل تفكر فيه. شو الأخبار اللي عندك؟ شو عم يصير بهداك البيت؟ كارتال خلاني اطلع من البيت، أخذني على مكان جديد ما بعرفه. بترجاك إذا بتريد لا تعمل له شي لأخي. وقفي شبك، لا كتير تنفعلي. خليكي عندك هلأ ولا تتركي كارتال يغيب عن عينك لحظة، ولا تشغلي بالك بالمواضيع التانية بنوب. المهم ما تحكي شيء ولا تخبري حدا منهم عن موضوع أخوكي أو عني، مشان ما يصير شيء عليه. ما رح تقول من وين اجتك هديك المكالمة ولا مع مين حكيت؟ كتير مستعجلة تعرفي؟ مين يلي عايش هون؟ ليش كان أخي عم يصرخ عليكي؟ ما بعرف. أنت جوعانة؟ جوعانة. بتحبي تعملي معكرونة ولا تشغلي الصوبيا؟ لازم تقرري بسرعة مشان ما نموت من الجوع. في شي كبريت عندك؟ تفضل. تيابك كلها مي. تنشف. الطقس بالليل بيصير كتير بارد. يعني رح ننام هون؟ بس ما يكون عندك شي مستعجل، البيت حلو ورايق ومريح كمان. ما عم افهم ليش جبتني لهون. بعدين ليش اخترت هذا البيت؟ شو السر يلي فيه يعني؟ انا بدي اعرف مين من قرايبينك يلي عم يهددك، وبدي حاول اوصل له قبل. وانا ماني مستعجل بنوب عكسك انت. ما رح اروح من هالمكان قبل ما اعرف كل شي. روحي كملي طبخ. تفضلي البسي هدول. لمين هاد؟ كان إلي لما كنت شاب. أنت منيحة؟ منيحة. شبك؟ على طول كنت تلبس شغلات بتضحك؟
بلا مسخرة، كنت كتير اتفائل فيه. ذوقك باللبس كان أحلى وأنت شاب. شو؟ لا تكون قصداً خليتني ألبسها من شان تتمسخر علي كل ما شفتها. تعرفي عجبتني الفكرة. أها، غليت المي. آسفة بس ولا يهمك. بعدين أنا يلي عم بطبخ، لا تتدخل بشغلي. معناتها انتبهي مشان ما تلزق المعكرونة. شوفي. ما في شيء. ما في شيء؟ لازم تطلع من المطبخ. شو اسمك الحقيقي؟ شو قلت؟ ما في شيء. يا ريتني مسكته بشي شقفة. حرقت ايدك؟ بردها بالمي. شو عم تشربي؟ مي. عبالك شي تاني؟ لا. جربي هاي، اسمعي مني، دوقي. مش أيوة، بصحة أسرارك. مثل إنه أنت اسمك مانو عزيزة، مع إنه هذا ولا شيء قدام بقية أسرارك. أنت إسراوية؟ مزبوط. عرفنا شيء بعدين. صراحة أنا لازم أهنيكي، شو ما عملت معك أنت ما بتحكي شيء، ما في أعند منك. لكن حاجة تحاول ولا ناوي تجبرني؟ لا أنا ما بدي أجبرك، قررت أتركك بحالك. أمت حبستني بهالبيت. ماني حابسك، حتى رح نطلع لبرا بعد الأكل. على فكرة النجوم منظرها كتير حلو من هون، والهدوء يلي بيصير بالليل كتير غريب. ما بتسمعي غير صوت أغصان الشجر وشوية ذئاب عم تعوي من بعيد. بس ما يجي غول أو قاتل معه منشار. أنا هلأ كتير مبسوط أنك ما قلتي عني قاتل. بصراحة هالمكان كتير مريح، نيالهم أصحابه. لو بتعرفي شو قصتهم ما بتحسديهم. خبرني إياها. أنا حابب أعرف قصتك أنت بالأول. لوين؟ بدي أجيب كاسة من شان المي. أنا رح أجيب لك. رجعي لعقلك ملك، لا تتهوري. يسلموا ايدك. ليكي شوفي شو لقيت، ذكرتني وقت كنا صغار. انت بدك اللعبة ولا الشوكولا؟ شو اي بدك؟ انت في عندك اخ. من وين جبت هالحكي؟ لانه لو كنتي وحيدة ما سألتي هالسؤال، كانت الشوكولا لك واللعبة كمان. أخ ولا أخت؟ في حدا عم يحاول يهددك فيه؟
بدك تقرأ؟ الملاكم اللي حكيتي عنه؟ أخي أنت صرت بتعرف قصته، كانت أحلامه كبيرة بس سرقوها منه. أنت لا تسمح لحدا يسرق لك أحلامك. عشو عم تتفرج؟ على الماضي. شو رأيك نطلع نتمشى ونتفرج على النجوم؟ ما بدك جاكيت؟ ما بدي. على فكرة الجو بارد. مو مشكلة. طيب على راحتك، حملي. يا ترى قديش في عالم بهاللحظة عم يتطلعوا بالقمر مثلنا؟ صار له زمان بمحله، عم يشوف الكل ويسمعهم، وبيعرف كل أسرارهم وأفراحهم وحتى أحزانهم. قديش نحن مساكين قدامه وقديش نصغار. رح نعيش بين 60 و70 سنة وبعدين نموت. ايه نحن المحظوظين. يا ترى اخوك الصغير بيكون عم يتفرج على القمر هلا مثلك؟ مين قال انه عندي اخ؟ طيب اذا عم تقولي هالحكي معناتها ما في. على كل حال فيكي تغمضي عيونك وتقلي له اني رح الاقيه ورح أساعده كمان، لأنه ظاهر هو بحاجة حماية وبتوقع أنه بريء أكتر منك. في إحساس جواتي عم يقلي أنه لو عرفنا بعض بحياة تانية كنت رح أوثق فيك. أنت شخص كتير واضح. يعني إذا التقينا بهالحياة التانية شو اللي كنا رح نحكي عنه؟ ما بعرف، يمكن رح نحكي عن ذكريات الطفولة. بيوم يلي انصبت تعرفي شو اللي شفته قبل ما أرجع من الموت؟ شو شفت؟ بالعادة بيقولوا إنه الناس بيموتوا وبيرجعوا، بس أنا ما كنت صدق أبداً. حسيت حالي بحلم. كان في جواتي كتير عتمة وعم بختنق. بعدين شفت ضوء من بعيد، كان مثل النقطة البيضة صغيرة. قلت لحالي رح أقدر أتنفس إذا رحت لعنده. وأنا عم بمشي بلش هالضو يقوى ويقوى أكتر، وضل هيك لحتى غطى كل العتمة. شفتك جواته، فكرتك ملاك، طلعتي عزيزة. شعور غريب لما تحس إنه في قلب لحدا تاني عم ينبض بين إيديك، حتى لو كنت ما بتعرفه منيح. بس قريب من قلبك.
بردتي كتير؟ هلأ رح تدفي. كوزي؟ صاير معك شي خطير؟ لا عمي لا تخاف ما في شي. عزيزي عندك عطيني اياها بدي حاكيها. وليش بدك اياها؟ لا تسألني شي. فيك تعطيني اياها؟ بدو يحكي معك. كوزي انت منيح؟ انا منيح واخوك كمان منيح. نحن قاعدين بمكان واحد. دقيقة. انت هلأ جنبه؟ انبسطت انكم تعرفتوا على بعض؟ ايه حكينا كتير مشتاق لك. بيرتاح لما يجيب سيرتك. عزيزة لا توثقي بجدي بربروس. ليش هيك عم تقول؟ اسمعي مني، هو بيورجي وشه المنيح لشخصين بيهدني قدامي أنا وقدام سليم، بس أنا بعرفه ومتقبله مثل ما هو. طيب بس شو قال حتى هيك عم تحكي؟ مو مهم، أنا رح ضل عنده مشان يجيت. قررت ساعدكم مشان تقدر تطلعي منه. أنت شاب كتير منيح كوزي. في ناس مناح بعائلة قلبة، مو بس أنا، في عمي كمان. بس أنا ما فيني ساعدكم لحالي. وثقي فيني، عمي الوحيد اللي بيقدر يخلصك أنت ويجيت. أنا بوثق فيه وأنت كمان بتوثقي فيه. حكي له لا تخافي علي يجيت، أنا رح دير بالي عليه. بس عمي الوحيد اللي بيقدر يطالع يجيت ويرجع لك يا. أنت لا تعمل شي ممكن يحطكم بخطر. يسلموا كتير يا كوزي، ما رح أنسى يلي عملته معي. لا تشكريني، ما فيك تفكري صح لأنه الموضوع متعلق بأخوك. بس برأيي لازم تخبري. إذا ما خبرتي عمي بالموضوع اليوم، أنا من بكرة الصبح رح خبره. كوزي لا، ما في داعي لكل هالأسرار. أنا ما عاد فيني كذب على عمي، وهيك أحسن مشان يجيت. أعطيني عمي هلأ. بده يحكي معك. شوف يا عمي، بدي اطلب منك شغلة عمي. قول شو هي. عزيزي رح تحكي لك كل شي. بترجاك حاول تفهمها قبل ما تعصب عليها. انت كنت بتعرف؟ بدي توعدني. تأكد انه عنده شي تخسره اكتر منه، ومعها حق تخاف من كل شي. شو كمان؟ أنا رح ضل عن جدي مشان عزيزة، رح تفهم السبب لما تخبرها. بس حاول تهدي أمي، وكمان هي وعمتي مخبيين شي علي وأنا ما رح أرجع لي يخبروني إياه. هيك بتقلن ماشي؟ ليش في مشكلة إنه الواحد يروح يزور جده؟ بدي أفهم بس. أمي دقت لي ألف مرة وعمتي كمان. في شي ما بعرفه صاير عم أحكي مثلها. ماشي ابني، في شي تاني حابب تقلي اياه؟ دير بالك على حالك. وانت كوزي شو وينك؟ انا واثق انك رح تساعد عزيزي، لا تخجلني. يلا باي. مع مين عم تحكي بالسر يا ابني؟ مين هاد؟ حبيبتي. شي حلو. الظاهر وصلنا لآخر الطريق. أنا كتير تعبانة، ممكن ضل حالي؟ كوزي قال إنه عزيزة رح تحكي. شو استغليتيه هو كمان؟ لا أنا ما حكيت له شي عن حياتي. صبري رح يخلص. كتير واضح، ومن شان هيك أنا خايفة. أنت عم تدوري على شي خوفك. أنا ما فيني خبرك بالموضوع كارتال. ليش؟ يمكن أفهمك. أنا صار لي سنين عم حاول أحمي اللي بحبهم، بس ما قدرت تنقذهم. هاد بيت أمك مو هيك؟ منيح
طالما مو حابة تحكي. لوين؟ رايح عند كوزي. استنى. خلاص بقى بكفي، طالما كوزي بيعرف كل شيء أنا رح أفهم منه. كارتال لا تروح. معناتها أنت رح تخبريني. تعالي عادي يلا. ايه قولي عم بسمعي. كيف بدك يعني خبرك؟ أنا صار لي فترة عايشة عندكم بالبيت وبعرف عيلتك مين بتكون، بس مع هيك ما بعرف شي عنك بنوب. ليش لحتى خبرك؟ أهلين عمتي. رجع بالكان على البيت بدون كوزي، يمكن تركه عند بربروس. أنا حكيت مع كوزي قال لي إنه منيح. بس ليش؟ ليش ضل عند جده؟ شو قال لك؟ زعلان منكم. شو عم تحكي كارتال؟ شو هذا الحكي؟ عمتي بربروس بيضل جده، بيروح لعنده ايمتى ما بده. انتو ليش متوترين؟ ما عم بفهم ابدا. لانه رح يورطه بشغله مثل ما ورط بالكان. انا ما رح اسمح له بهالشي، وكوزي ما بيقبل يشتغل معه. بدكم تخبروني شو الموضوع ولا سكر؟ لا تطلبوا مني ساعدكم مشان كوزي اذا ما خبرتوني الحقيقه. انا الوحيد اللي عم يحكي معه. شو قلتوا؟ طول بالك كارتال، لا تسكر الخط. مليت من الاسرار تبعكم، مليت من المؤامرات. يلي بده يعني يساعده لازم يكون واضح. طلعتي ما بتعرفي عني شي لكان. منيح؟ تعالي. شو لمين هي الغرفة؟ أنت حذرتي، هذا كان بيت أمي. ولساته لهلأ هي عايشة. عشت طفولتي كلها بهذا البيت، كنا نجي عليه بكل صيفية. أمي ما كانت تطلع من هالغرفة، كانت تقعد بهي الزاوية وتضل عم تشتغل بالصنارة والخيط. خوفي الوحيد انه حيطان السجن البارد تحولك لشخص قاسي كتير. لا تخلي قلبك يصير حجر يا ابني. بدي اياك تضل بهالكان يلي بعرفه وبحبه. يا حبيب قلبي، نحن اضطرينا انه نخبي عنك كتير شغلات كرمال مصلحتك ومصلحة عيلتك. اتفقنا على هالشي مع كارتال. ما بدي اياك تزعل من اخوك لما تعرف بهالشي. أنا طلبت منه ما يحكي لك، خفت أنك تحاول تهرب، خفت كمان أنهم يقتلوك. لا
لا تعصب من كارتال يا روحي، رح ضل حبك أكتر من عمري. أمك هي كتبت له، شرحت له كل شي عملناه، حبت تطالع هالسر من جواتها. برافو عليها أمك، نحن بنفس الوضع. كلنا عم نخبي عن ناس كتير غالين على قلبنا. هلأ قدرت أفهم ليش ما كان عندك حياة طبيعية وشغل طبيعي مثل الكل، وكيف قدران تتحمل كل شي عم بيصير. شو رح استفاد إذا فهمتي هالشي عني؟ طيب أنا رح خبرك، رح أحكي لك، بعدين فيك تعمل يلي بدك إياه، بس اسمع مني، ما بدي يتأذى ولا شخص بريء، رح تنتبه منيح. ما حدا بيقدر يحمي كوزي غير أبوه الحقيقي. مين؟ تونا هلأ مو وقته هالحكي، بترجاكي حاجة بقى يا البس، نحنا صار لازم نقول الحقيقة لكارتا، بس أكيد قبل ما نحكي لازم أبوه لكوزي الحقيقي يعرف كل شي وما نخبي عنه شي. مين يا تونا؟ مين بيكون أبوه لأبني؟ مين يلي رح يقدر يحميه من بربروس واسكندر؟ قليلي مين؟ قعدي. صار لازم يعرف إنه كوزي ابني. أنت قدرت تحمي أمك، بس أنا ما قدرت أحمي حدا بحياتي. لما كان عمري 9 سنين كان اسمي ملك، كان عيد ميلادي، كنت ناطرة أبي من شان نقطيع القاتبة، هو ما قدر يجي بس إجوا الشرطة بداله، قالوا لنا العمر إلكم. كانت أمي حامل بأخي، وقعت على الأرض ما تحمل قلبها، نحن اللي عملنا كل هالشي هاد. أنا بنت النائب العام محمد أيدن، أنتو يلي قتلتو، ومو بس هو لحاله وأمي معه، بسببكن ماتوا. أمي حاولت تمنعهم يقتلوا أبوكي، حاولت تمنع بالكان يفوت على السجن كمان، مشان هيك طلع أمر قتله من العيلة. ليش أمك كانت بتعرف أبي؟ لا بس التقيت فيه.
حاولت تخبره بالفخ اللي عملوا له اياه. بعدين صار معه شيء، مشان هيك ابوكي راح لهنيك وصار يلي صار مع امي. هيك العادة بهالقصص، اللي بيحكي مع الشرطة بعيلتنا بيموت. لو مين ما كان يكون بيموت. بس انت قدرت تساعدها لأمك؟ أنا كنت كتير صغيرة، قدروا يساعدوا واحد من إخواتي وهلأ عم يهددوك بأخوك اللي ضل عايش معه. أنا وعدتهم لأمي وأبي إني أحمي، بس ما قدرت. أخذتوه من إيدي. كيف يعني؟ شو عملنا له كمان؟ أنا عم أحكي لك عن طفلة صغيرة ناطرة أخواتها، وكانت ناطرة يرجع أبوها من الشغل لتقطيع الجاتو. القصة لك مالي لسه، رح يحكي لك ياها الشخص يلي كان بأمانتي. أخوكي النص الثاني من روحي، ويلي أخوك سرق حياته. أنا رح خليك تشوفه لأخي، إذا كنت صادق بالحكي اللي قلت لي إياه رح تطلب منه يسامحك ورح تساعده. أنت اللي حاولتي تقتلي أخي، فتي على بيتنا مشان تاخدي بتارك، لهيك حاولتي تقتلي أخي؟ كان بدي أقتله، كان بدي أخذ بتاري بإيدي، بس ما قدرت. قدرتي؟ لا ما قدرت. فكرت بكوزي وفكرت بسيلين، تذكرت كيف عشت يتيمة وحطيت حالي محلهم. أي أنا يلي نزلت أخوك من هنيك، بس بالأخير تراجعت، حاولت أهرب منه بس هو قدر يمسكني وأنا بالطريق. حاولت صرخ قام سكتني ورجع فوتني لهنيك مرة تانية. أخوك هو يلي هجم علي وحاول يقرب مني. خلص فهمت، لا تكفي ولا حرف. خليك تلتقي بأخوك. ومن بعد رح نطلع من حياة بعض على آخر. لكن منروح محل مو متوقع، عبيت السيد بربروس.
من شان هيك أنا كنت مجبورة أضل ببيتكم، لأنه هددني إنه يقتل أخي. بس أنا بحلف لك ما حاولت إني أأذي حدا أبداً غير بالكان. بس أنتي فتي على بيتنا وحطيتي خطتك، عشتي مع أهلي أيام، كنت ممنون لأنك أنقذتي روحي. أصلا هالشي جزء من لعبتك. أنتي رحتي على هداك السجن كمان مشان بالكان. أنت ما رح تقدر تسامحني ولا أنا. خلينا ما نحارب بعضنا. تحركوا على مهلكم، لا تخوفوهم للعصافير. حمدي انت خليك معي، والبقية روحوا من هنيك، حاصروهم من ورا. انتوا ضلوا هون. عزيزة قومي بسرعة. شوفي بالكان هون. شنطتي. وقفي شوي. انت كيف بتجيبها لهون؟ كيف بتجيبها؟ لهالدرجة هاي البنت مهمة بالنسبة لك؟ أول ما قلك بتركدي مفهوم؟ وأنت؟ اركدي أنت. أنا كنت مصدقك وواثق فيك، كنت أمن لك بكل الأوقات. كارتال انت هلأ عم تحمي قاتلتي بالاتفاق مع أبي. اتنيناتكن واقفين ضدي. اركدي لشوف. يلا فورا. ليش يعني ذكرى انت موجود معي؟ بالكان شبك ابني؟ لا تخبي علي. بابا بده مني شيء. ما
بابا بابا استنى شوي أبي. بابا ما كانت رح تقول شي للشرطة، هي وعدتني. عملت هالشي مشان تحميني أبي، عملت هالشي مشان تحميني أبي. بترجاك استنى أمي. أمي أمي كارتال قدر يخلصني من إيديه بشرط يضحي بحياته وأحلامه كرمال يستلم شغل أبوك وما عاد يعترض على شي، ومشان ما يقول لحد شي. أبي اللي كان بده كل هالشي أنت شاب قلبك كتير طيب أنا بعرف لأني هيك ربيتك. لا تسمح لأي شيء بالدنيا إنه يخليك تتغير. رح ضل أكتب لك كل أسبوع، رح ضل أكتب لك حتى لو ما وصلك شيء. أمك اللي بتحبك قد الدنيا. أمي 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 كارتال كارتال كارتال. من هون تعالي بسرعة يلا. تعي يلا خليكي معي امشي من هون. تعي روحي من هاي الجهة. انت شو اللي جابك لهون؟ شو عم تعملي عزيزي؟ اوكان امشي معي. شو مشان كارتال؟ شو بدك بكارتال هلا؟ عم قلك امشي. بده يجي معي. انا عرفت كل شيء، من وين بتعرفها وليش حمت حوالينا لما فاتت عزيزة على حياتنا؟ انت بتعرف كيف دمرتوا حياة هاي العيلة؟ بس انا ما رح اسمح لك تدمرهم مرة تانية. لكن ليش خليت عزيزة توقع بايد بربروس؟ انا ما لي علاقة ببربروس. مصدقتي مو؟ انا اللي عم بحكي معك لا تدخلها. بكفي. لازم نمشي بسرعة يلا. كارتال 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 أمي لساتها عايشة، أمي ما ماتت، أمي ما ماتت. روحي أنت كارتال. أنا بعدين بلحقك لهنيك. ما رح أتحرك من هون قبل ما ترجع. امشي عزيزة. ما بتركه. انت ناوية تموتي حالك عزيزة؟ هو ما تركني وانا ما رح اتركه. كارتال انا هون. يعني انت عرفت؟ انت مين مفكر حالك حتى تخبي عني كل شيء؟ كل هالسنين كنت عم موت ألف موتة لأنه أمي انقتلت. كنت عم موت. كان قرار قتل أمي طالع من العيلة وأنا حاولت أمنع هالشي. اضطريت أسمع كلمة أبي بكل السنين الماضية وتحملت يلي عمله وما أقنعته غير هيك. أنا اللي خبيت أمي، ما كان لازم حدا يعرف إنها عايشة. بكل ليلة كنت عم بسمع صوتها، بكل ليلة كنت فيه من النوم على صوتها.
كيف ما خبرتني بهالشي؟ ليش خبيت عني؟ احكي. لأنه أمي ما كان بدها إياك تعرف، كانت حابة تحمي أولادها، ما كان بدها يصير علينا شي مو منيح، مشان أنت ما تكشف الحقيقة خافت تتهور وتعمل شي خطير، خافت تقول مين القاتل الحقيقي للنائب العام. أنا ما عندي ثقة فيك ولا مصدقك. أنت عم تحاول تحمي قاتلتي، روح سلمني إياها. ما رح أسمح لك تعمل لها شي. بعرف شو حاولت تعمل بهديك البنت. أنا هلأ رايح صلح الغلطة اللي أنت عملتها وبعدين برجع لهون. لا تخاف، رح أرجع، اطمن، رح نتحاسب أنا وياك بعدين. يا بالكان ألبان كارتال، استنى كارتال، واقف. وين أمي؟ وين أمي؟ اللي وينها؟ أنا كل هالسنين كنت عموت لأنها ماتت بسببي. وين أمي؟ بدي أمي. ما في حدا يا خانم، البيت فاضي. طيب ها آخر عنوان. أمرك يا خانم. تعالوا. كيف طالع شكلي؟ منيح، كثير منيح. جيت أختي،
كيفك يا جيت؟ طمني انت منيح يا قلبي. حبيبي. الملاكم بيكون أخوها. كان بدهاني أشوف هالشي بعيني. نحن دمرنا حياته. أنا كتير اشتقت لك والله. كنت بتعرف كل شي. أنا سامحت العزيزة لما عرفت هالشي يا عمي. برافو عليك يا بطل. أختي. يا أخي. يا أخي. الحمد لله. الحمد لله سمعت صوتك. مثل الحلم. ما بدي اياك تتعب حالك هلا، في معنا وقت كتير، رح نحكي بعدين انا وانت. اتركن شوي عمي. بعرف انه ما معكن وقت. ألو، كارتال ألبان بالبيت، شفته عندي جيت. هالمجرمين عائلة ألبان لساتهم حابسينك؟ لا لا يا أخي، أنت لا تشغل بالك بهالموضوع هلأ، التهي بصحتك، لازم ترجع توقف، رح نحكي بهالشي. أختي جاوبيني على سؤالي. مين بيجبر اختك تعمل شي ما بدها اياه؟ شو هالحكي؟ لا تكون نسيتني. اختي. لا، انا قاعدة هنيك بإرادتي. طيب، معلش كرمالي. لا تضلي. مو بس كرمالك. أنا قاعدة هنيك كرمال ما خلي عيلة ألبان تأذي حدا بحياتها. بعدين أنا وعدت أمي وأبي بهالشي. هاد يلي بده يا أبي. اسمعني عقل يا جيت، أنا عم أحكي معك، خليه يتحسن بسرعة لأنه أخي عنده أسئلة كتير رح جاوبه عليها. يا جيت هلأ مو وقته، أنا بعرف، بس أنا أجيت لهون مع حدا، بدي إياك تضل هادي لما تشوفه. أنا واثقة فيه وهو رح يطالعنا من هون. اتفقنا؟ جبتي له. اسمعوا شوي أخي. اطلع اطلع. تمام اهدى. بابا وأمي. أنا بدي اياك تسامحني. انقلع. انتو دمرتوا لي حياتي. بعرف بعرف انه نحن عملنا كل شيء. رح نحكي بعدين، نحن لازم نتحرك فورا عزيزة.
بروح معه على مكان. تعال يا أخي، أنا رح أحكي لك كل شيء، صدقني بس هلأ لازم نطلع من هون. ليك فيك تعمل اللي بدك يا، أنا ما رح أقلك لا، بس هلأ خليني طالعك من هون بسرعة. نقلع من هون، نقلع. خليني أحكي معه شوي. اسمع لك، ضغطي 20 من مبارح فلا تخليني أعصبها. ليكون في عند الواحد ضغط عالي لازم يكون عنده قلب. من إمتى عندك قلب أنت؟ أنت شو عم تحكي يا ولد؟ شو هدول؟ أنت من وين جبت هدول؟ من بيت أمي، من البيت اللي خبيتوها فيه عني أنت وابنك. أنت شو كنت عم تعمل هنيك ها؟ رحت مشان أقتل كارتال. شو زعلت؟ ولا خفت عليه؟ ها؟ شكلك كتير خايف مني أقتلك حبيبك. أنت سرقت لي عمري وسرقت طفولتي وسرقت أمي، سرقتوها اثنيناتكم أنت وابنك كارتال. ما قدرتوا تتخلصوا مني، عذبتوني وظلمتوني، بس أنا ما بموت. فهمت شو قلت لك؟ ومن بعد هلأ ما رح موت، أنا رح ضل عايش، رح أخذ من عمرك كل اللي سرقته من عمري. يا جيت أخي، هو ندمان على يلي عمله. اسمع مني بترجاك، كلهم مجرمين، أنا ما بدي. ليك هاي فرصتنا الأخيرة، لازم نطلع. ما بدي، هذا عم يخدعك. قلي لي كيف بتنسي أبي وأمي؟ أنت شو عم تحكي يا جيت؟ هالموضوع لسه ما خلص، حسابهم معي ما خلص، أنا ما سامحت حدا منهم، أنا عم أمشي معه بس كرمال طالعك من هون. عزيزة ما عاد معنا وقت بنوب. يلا يا أخي، يلا حبيبي بترجاك. أنا لازم طالعك من هون، بعدين بدي وصلك أنت وأختك لوين ما بدك، حتى لو بدكم تروحوا لآخر الدنيا. يلا يا ياجيت. ما بدي.
يا عمي.